بدي شريكين شركة جمر أفادك حرقي مثلا هناك جمر خلازك هناك مساحة وخيمة جاهزة أم تجيت عائلة نهج مدرسات تنقلين براجبر وجوانا خوشتر وشوهين مرتاحن خصوصيتك وانتني تشيد حمام وانتني مطبخ وانتني وك غرفك أمكان بين شبه مال تقريبا نحن أول مرة تهجرنا من العصابات الوسخة الغزيرة وتوجهنا الرفاق والأخوة في مدينة الحسكة. أول ما قعدنا مدارس والجماعة ما قصروا لا هم ولا المنظمات، واحد يحكي ضمير وجدان. والمدارس تعرف أنت كل عائلتين ثلاثين في غرفة، جابونا على المخيم. المخيم مرتاح يعني شبه بيتك تقريبا، كحمام مطبخ خيمتك لحال ما حد علاقة بيك أنت وعائلتك بس، فتعرف يعني تحس حالك أنك أنت بيتك. أنا أشكر الإدارة الذاتية، أشكر الإدارة الذاتية من قلبي والله، أشكر إدارة المخيم جماعة والله ما يقصروا للأمانة ما يقصروا، إيش تطلب منهم ينفذوا لك. أما هذا شيء يعني لسه جديد المخيم، لسه توجيه المدارس، في ناس تطلع في ناس ما تطلع، ونحث الناس انها تطلع، وفي ناس بدها تطلع، وان شاء الله تم العدد كامل والجماعه ما يقصروا والله.